بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بيكم أعضاء ومتابعين موقع دكتور كابانجو للمعلوميات. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة درسنا الرابع في كورس لغة ال HTML، وفي الدرس اللي فات احنا اتكلمنا عن التاجات، ولكن بالإضافة لموضوع التاجات فلازم نكون عارفين إن ليها مكون تاني بيدعم لغة HTML، وده اللي احنا هنتكلم عنه بالتفصيل في درس النهاردة. في الدرس اللي فات احنا تعرفنا سوا عن التاجات او الوسوم، وقلنا ان لغة HTML بتتكون من تاجات، بس مش ده كل حاجة. بالاضافة من لغة HTML انها بتتكون من تاجات وعناصر، الا وانها بتحتاج مكون تاني بيدعمها واسمه الاتريبيوت، ودي بنسميها الخواص. ايه هو الاتريبيوت؟ هو عبارة عن إضافة بتحطها في التاج اللي بتكتبه عشان يديله ميزة ويخليه يشتغل بطريقة مختلفة. طبعا انت دلوقتي بتقول انا مش فاهم حاجة من العك اللي انت بتقوله يا محمد، حاول ان انت توضح لي الموضوع بالبلدي. اوكي، نرجع بقى لموضوعنا ونجيب كوبايتين شاي ونتكلم. حاليا هفتح الصفحة اللي انا كنت عاملها في مشروع على برنامج سبلايم تكست في الدرس اللي فات، وكنا كاتبين اي ليرن اتش تي ام ال عشان يبتدي ان هو يوضح لنا الكلمه بصوره مميزه، او ان هو يبقى عباره عن تايتل او هيدنج، او يكون بخط واضح كانه مثلا عنوان. حاليا هنوضح حاجه بسيطه جدا، احنا بنمسح اللي احنا عملناه المره اللي فاتت ديليت، وبعد كده هنتكلم عن نقطه مهمه. حاليا مثلا انا محتاج اتكلم عن التاج اللي بيبتدي ان هو يعمل لينك. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا عن تاج H1، و H1 هو مسؤول عن الهيدنج او مسؤول عن العنوان، لكن حاليا احنا هنتكلم عن تاج اللينك او ان هو يضيف لك لينك. لو جينا مثلا عملنا فتحنا قوس كتبنا A، وبعد كده قفلنا قوس افتح قوس A سلاش باك، وبعد كده اقفل قوس، ده التاج الخاص بلينك. مثلا هنيجي عند اول عنصر اللي هو افتح قوس ايه اقفل قوس، هنسيب مسافة ما بين حرف الايه والقوس، وبعد كده هتكتب الكلمة الخاصة باللينك اللي هو HREF، ده ان اتريبيوت الخاص بتاج ايه. يبقى نركز كويس جدا، تاج ايه الخاص باللينك ليه اتريبيوت اسمه HREF. بعد كده هتضغط على ايكوان او يساوي، وبعد كده هتفتح علامتين تنصيص. فعلامتين التنصيص انت هتكتب مثلا https://www.google.com، وهنبتدي ان احنا ما بين القوس الاولاني ونهاية العنصر هنكتب مثلا جوجل، وبعد كده هتضغط على فايل، ومن فايل هتسيف. نروح على الصفحة اللي احنا كنا عاملينها ونضغط على ريلود او ريفرش، هنلاقي ان جوجل اتحولت وبقت لينك. لو دوست على جوجل هيبتدي ان هو يفتح لك موقع جوجل اوتوماتيك. طب نحاول ان احنا نجرب نغير جوجل ونخليها يوتيوب، بعد كده نعمل سيف او كنترول اس عشان تبتدي ان انت تعمل سيف. نرجع باك من الصفحه بتاعتنا. هنلاقيها ان هي اتحولت للينك برضه، لكن احنا هنا ما غيرناش اسم اللينك. لو غيرناه كده خليناه مثلا يوتيوب، وعملنا كنترول اس عشان نبتدي ان احنا نعمل سيف بدل ما تروح على فايل وتيجي تعمل ريلود او ريفريش، انها اتحولت لكلمة يوتيوب. دوس عليها هتبتدي ان هي تفتح لك موقع يوتيوب. طبعا انا هنا مش بحاول ان انا اوضح لك ايه وظيفة تاج ايه، ان هو تاج ايه، انا مش بوضح لك ايه الوظيفة الخاصة بالتاج ان هو يفتح لي اللينك او مش بيفتح لي اللينك، لكن ان انا حابب اوصله لك ان كل تاج بيكون ليه اتريبيوت، او كل تاج بيكون ليه خواص، كل تاج في لغة HTML بيكون ليه خاصية او ليه
attribute عشان يبتدي ان هو يدينه وظيفة او يدعمه بحاجة تانية مختلفة. لو هنيجي مثلا نروح على نكتب تاج تاني مثلا، زي مثلا عايزين نكتب تاج H1 اللي هو كان خاص بالعناوين اللي خدناها في الدرس اللي فات، هنفتح قوس وهتكتب H1، تقفل قوس وبعد كده تفتح قوس H1 سلاش اقفل قوس. ما بين H1 والقوس الأخير هتبتدي إن أنت تضغط مسافة، وبعد كده تكتب هارف اللي هو الأتريبيوت بتاع تاج A HREF، وبعد كده هتعمل ايكوال اللي هي علامة اليساوي، عفوا يساوي، وبعد كده هتفتح علامتين تنصيص. فعلامتين التنصيص مثلا هنكتب هلو، وفي القوسين ما بين اخر عنصر هنبتدي ان احنا نكتب مثلا جوجل، وبعد كده هنروح نضغط على فايل، ومن فايل هنختار سيف. هنيجي هنا لصفحتنا او المشروع اللي احنا بننشئه، هنعمل ريمود او ريفرش، لقينا جوجل بس مجرد كلمة عادية. يعني انا بحاول ان انا اضغط على جوجل عشان تفتح لينك، ما بيفتحش. طب ازاي؟ ما احنا عملنا في تاج ايه كتبنا الاتريبيوت الخاص بتاعته HREF ودوسنا فتح لنا يوتيوب. يعني اشمعنى في H1 بعد ما كتبت الاتريبيوت والمفروض ان هو يفتح لي، يعني المفروض ان هو يفتح جوجل مثلا. في شخص دلوقتي ممكن يكون بيركز في الفيديو فيبتدي ان هو يقول لي ما انت كاتب هلو مش كاتب لينك فوق. اوكي هنغير هلو https://www.google.com وابتدي ان انا اعمل من فايل سيف، اروح اعمل ريفرش برضو نفس النتيجة مع اني كتبت لينك ما كتبتش هلو. ايه السبب؟ هنا بقى انا هحاول ان انا اوضح لحضرتك ايه هي الاتريبيوت. كل تاج بيجي في لغه HTML او كل تاج انت بتبتدي تكتبه في HTML بيكون ليه اتريبيوت خاصه بيه. ده مش معناه ان ما ينفعش التاج A او تاج H1 ان انا اكتب نفس الاتريبيوت. ينفع ان انا اخترع اتريبيوت من دماغي مثلا، او ان انا ابتكر اتريبيوت مثلا ان انا مثلا اكتب حاجه تحولني لحاجه ثانيه. لا طبعا، كل تاج في لغه HTML بيكون ليه اتريبيوت. لغه HTML لما بتبتدي ان هي تنشئ تاجات بيكون معاها اتريبيوت خاص جاهز، فاصبح ان كل تاج موجود في لغه HTML ليه الاتريبيوت الخاصه بيه. في بعض التاجات زي مثلا سي مثلا تاج 1 تاج H1 عفوا مع تاج A ممكن يشترك في نوع معين من الاتريبيوت. يعني مثلا ممكن اعمل اتريبيوت خاص بصوره، لكن لو تيجي تبص مثلا لتاج A وتاج H1 انا مثلا عايز اعمل اتريبيوت بينهم يحولني لينك، مش موجود طبعا الاتريبيوت ده في التاج H1 والتاج A. فانا عايز اوضح لك ان بعض التاجات بيكون فيها اتريبيوت مشترك بينهم، وفي بعض التاجات ما ينفعش ان يشترك ما بينهم اتريبيوت. ده كان درس النهارده بخصوص الاتريبيوت. ان شاء الله في الدروس اللي جايه هبتدي ان انا اوضح الموضوع بطريقه مبسطه تانية اكتر، وهيكون في عناصر زياده عن الموضوع، لكن ان انا حابب اوضحه وانوه ليه دلوقتي وتبتدي ان انت تكتبه في السكتش الخاص بيك، ان الاتريبيوت عباره عن اضافه بتحطها في التاج عشان تدينه ميزه وتخليه يشتغل بطريقه مختلفه. الاتريبيوت بيكون جاي مع كل تاج، كل تاج بيكون ليه الاتريبيوت الخاص بيه، فانت هتبتدي ان انت تحفظ التاجات وتحفظ الاتريبيوت الخاص بيها. مش كل التاجات بتشترك في اتريبيوت واحد، او الاتريبيوت ما بيشتركش في جميع التاجات، لكن ممكن يشترك في تاج معين وتاج تاني مختلف. ده كان الاتريبيوت او الخواص. ان شاء الله في الدروس اللي جايه هنوضح مواضيع اكتر من كده بمشيئه الرحمن.